السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين الأكارم في كل مكان. حلقة جديدة من مشاوير، ودائما بنقول مشاوير للخير وللعطاء وللنمى. من داخل فندق الكورال نقدم هدية للمرأة السودانية بمشاركة شركة بصمة للعطور، والتي قدمت أميز المنتجات صندلية كنداكا في ثوبها الجديد، هذا العطر المميز الذي أتى من موروثنا السوداني المختلف الذي يشبه تميز المرأة السودانية المختلفة. العديد من الفقرات المتنوعة، فقط كونوا معنا. مشهد تدشين ميلاد عطر جديد يتناسب هوة المرأة السودانية، يتناسب وزوج المرأة السودانية. الكنداكا الأولى صانعة الإلهام، صانعة القوة، صانعة العزوبة، صانعة الجمال. دعوني أبدأ. وشايف أخواننا في السكرتير والعلاقات العامة جابوا لي كلمة، لكن خلوني أتكلم براي من غير الكلمة المكتوبة. شركة بصمة للعطور ومستحضرات التجميل إحدى روافد، طبعا هي شركة سعودية، إحدى روافد بصمة العقارية وبصمة القابضة. نحن الآن بنستضيف الحديث عن بصمة للعطور ومستحضرات التجميل. المنتج سعودي 100%. لما يقول لك المنتج ده سعودي 100%، معناه المواصفة بتاعته كاملة. السعوديين ما عندهم أنصاف حلول فيما يتعلق بالمواصفات. الكواليتي بتاعه لا يدخل الشك إليه لا من بين يديه ولا من خلفه. فحتى الفينيشين بتاع المنتج بتاعنا، المنتج المنافس له لو عديناه فرز أول فرز ثاني لا يتعدى أنه يكون بعد الفرز العاشر. المنتج بيشبه المرأة السودانية في قوته وأصالته. المرأة السودانية معروفة بحبها للعطور، ما حبها للعطور بس، بل هي صانعة للعطور. يعني أي منتج عايز تجيبه لها هتكون وقعت في فخ كبير ما لما المنتج يكون جيد. فالمسألة من الحساسية بمكان، عشان اي منتج يتعلق بمواد او يتعلق بكيمياء للجمال المرأة السودانية فانت مطالب انه تجيف 1000 مرة يلزمكم 1000000 مرة. المنتجات بصمة حبابتي كنداكا او كنداكا فهي منتجات صنعت للمرأة السودانية بمواصفات تشبه المرأة السودانية صانعة الالهام. في واحد من اعلاناتنا بنقول فيه يا ملهمة يلف العطور متحكمة. فالإلهام هو من الكنداكا الأولى التي كانت تعرف العطر قبل أن يعرف العالم إليه طريقا. شركة بصمة جات للسوق السوداني نسبة للطلبيات المتزايدة لعطور بصمة، فجات عشان تكون قريبة من الشعب السوداني، عشان الأسعار تكون قريبة في متناول يد الشعب السوداني. المنتج هما رخيص لكن في 100 جرام، 50 جرام، 75 جرام، حتى 10 جرام. يعني أي زول حسب ميزانيته بيلقى المنتج بتاعنا. والزول اللي بيشيل أي من منتجاتنا لو كانت بصمة أو حبوبتي كنداكا أو كنداكا نتحدى تماما إنه يشيل أي صندلية تانية غيرها. لدينا مسؤولية مجتمعية تجاه الشعب السوداني فيما يتعلق بالمنتج. فمضام أصلا المنتج بيتعامل مع المرأة السودانية، أي حاجة خاصة بالمسؤولية المجتمعية لشركة بصمة حتوظف لرفع قدرات المرأة السودانية. منتج خاص بالمرأة، مسؤولية المجتمعية توظف لرفع قدرات المرأة. ورفع قدرات المرأة أعني بها إنه
نفس الحاجة اللي بتعمل المرأة في صناعة العطور في التفاصيل الخاصة المرأة السودانية، نحن حنكون قريبين منها بحيث انه نخرج كثير جدا من الفقر بصناعة العطور، وده بالتعاون مع شركات ليها باع كبير جدا في صناعة العطور، وبالتعاون مع شارع البصمة اللي هي اصلا عندها مصانع العطور في السعودية. نحن سعيدين جدا بحضوركم صانعين تجار موردين، فدين نحن بسميهم شركة، وسعيدين بحضور نجوم المجتمع ديل قلب الأمة الحي والنابض، اللي بيحكسوا النجاح، اللي بيحكسوا النبوغ، اللي بيحكسوا الإلهام، اللي بتقدموا العطور بتاعتنا. شركة بصمة لعطور مستحضرات التجميل بمنتجات المقدمات ليلة بصمة حبوبتي كنداكا نحن قاعدين نقول الصندلية صندليتنا والجودة حقتنا، فنتحدى انه اي زول يشتري اي واحد من منتجاتنا بصمة حبوبتي كنداكا وكنداكا انه يشيل طانة اي صندلية غيرها. ونحن بنقول بكل صيغة وبكل فخر نحن الان المنتج الاول في السوق. يعني ما بقول انه بعد، حتى المنتج المنافس ما بقول هو بعدنا، بقول 1 2 3 4 5 9 ممكن يكون بعدنا. شاكرين حضوركم، شاكرين مشاركتكم، شاكرين هذا الألغ وهذا الطل الأنيغ والبهية. جودة من خصالة ما في من جمالة بها انت ست نظرنا من خلال هذه الزاوية ولم نجد خيار أفضل من اختصار التاريخ في جملة كنداكا، وتركنا للصندلية بهذا المسمى حق الاستلزام، والتجربة خير برهان وتغني عن الشكر. لذلك قدمنا منتج صندلية كنداكا وبصمة وحبوبتي كنداكا في عبوات متينة بتصميم جديد وحاوية خشبية ذات رؤية جمالية ولمسة فنية لنجعلها تذكار جيد يستحق أن يحتفظ به. يأتي حفل التدشين هذا لتقديم أميز وأجود منتجاتنا نحن في شركة بصمة للعطور، ويسعدنا وأنتم بين الضيوف أن نؤكد على مبدأ أصيل سيكون العمود الفكري لسياسة الشركة، ألا وهي الشراكة الفاعلة التي نضعها نصب أعيننا أن يكون التاجر والوكيل محل اهتمام وعناية الشركة. السادة الكرام، ضيوفنا الأعزاء، وضعنا خطة طموحة لنرتقي بالمبيعات والتسويق وتوفير خدمة متميزة للسوق السوداني من أولى أولوياتها الجودة والسمعة الجيدة، ونضع نصب اهتمامنا قيم وأسس محددة يستطيع خلالها من يتعامل معنا أن يلمس الجدية والأريحية، وأن الأمر يتعدى الترويج لمنتج، بل نتطلع إلى العمل معكم كمجتمع أعمال بقيم مشتركة، نستمع إلى آرائكم ومقترحاتكم حتى نحقق من خلالها أرباح جيدة للجميع. تولي الشركة أهمية قصوى لمصلحة الوكيل، لذلك قمنا بإجراء تعديلات هامة وجذرية على سياسة المبيعات، وأبشركم بأن التغييرات قد شملت نقاط مفصلية وحيوية تتمثل في الآتي: تحقيق الربح للعميل والوكيل في القطعة الواحدة وليس الكرتون، سياسة الوصول المرن والسريع للوكيل، سياسة أزعار جديدة ونظام دفع بفترة سماح جيدة ومعقولة للوكلاء والتجار. ستكون هناك خيارات متعددة عبر بطاقات الفئات الثلاثة الماسية والذهبية والفضية لكل عميل. لتسهيل التواصل خصصت إدارة المبيعات أرقام هواتف للتواصل المباشر تعمل على مدار 24 ساعة. من أجل راحة الوكيل والتاجر أيضا خصصنا خدمة توصيل بكفاءة عالية وخدمات لوجستية. الوكالة في الولايات ستكون حصرية على الوكيل منعا للتضارب وحفاظا على المصداقية.
تأتي هذه الاحتفالية للاحتفاء بكم ومد روابط التعاون بما يخدم الجميع. ونحن كإدارة مبيعات نضع نصب أعيننا تطوير العمل وتجويده من خلال خيارات متعددة ومرنة مستقبلا. جودة من خصالة ما في من جمالة بها انت ست بيت، ريحة حلوة ظاهرة فايحة بلا صالة ما في زيها. جمال من أطلع كل مكان. ما زلنا متواصلين معكم من داخل فندق كورال. سعيدة جدا ان يكون معي استاذ مصطفى عباس وكيل صندلية الكنداكة، حبوب دي الكنداكة، صندلية بصمة، وكيل الجنينة. مرحب بك. مرحب بكم ان شاء الله، والسلام، وان شاء الله احنا كويسين ونتمنى لكم التقدم والازدهار عشان صندلية بصمة وكنداكة وحبوب دي كنداكة، وإن شاء الله هنا يدا معهم في تقديم المنتج لكل بيت وأسرة في دارفور بالأخص في الجنينة إن شاء الله. نعم أستاذ مصطفى، صندلية بصمة جات مختلفة عن الصندليات الأخرى، مناسبة مع الجسم مع طبيعة البشر، صندلية من موروثنا السوداني الخالص. بتقول شنو الليلة أنتوا بتحتفلوا مع ناس الشركة عشان ما تقدموا هذا المنتج لكل المستهلكين؟ أول الصندلية جات بمواصفات عالية وجودة عالية جدا جدا. الحاجة الثانية الصندلية جات أيضا بدرجات متفاوتة، جات 100 جرام، 50 جرام، 75 جرام، يعني متاحة لأي إنسان يقدر يستخدم هذه الصندلية. نمرة ثلاثة، الصندلية دي هيفوق على كل الصندليات الفات، لأنه هنا لما جربناه لقيناه من الروائح الثابتة، والمرأة السودانية دائما بتفتش في الصندلية الثابتة، فإن شاء الله دي إضافة جديدة بالنسبة للروائح والصندليات والزيوت بالأخص، وهيبقى لنا إضافة في المنطقة ولكل المرأة في المنطقة، وإن شاء الله
في المستقبل القريب هنشوف نتائج هذه الصندلية ونشوف التوزيع إن شاء الله بكون بصورة أكبر وصورة أشمل وكل الناس بتصلهم بصورة أرحم إن شاء الله. تسلم إن شاء الله. شكرا لكم جميعا وتوفيق والسداد لكم ولبسمة بصفة خاصة ولكل الناس العاملين في مجال الزيوت والأطور والتقدم والازدهار إن شاء الله. ما زلنا متواصلين معكم أحبابنا في كل مكان، صندلية بصمة وهذا الاحتفال للكرنفال الضخم لتقديم هذا العطر المميز للمرأة السودانية. سعيدة جدا أن يكون معي أستاذ خالد الغالي وكيل سنار، مرحبا بك. مرحبا بكم ولكم التحية في هذا اليوم الجميل مع تدشين منتجات شركة بصمة للعطور ومستحضرات التجميل، خصوصا الصندليات بماركات بصمة وكنداكا وحبوبتي كنداكا. مرحبا بك أستاذ خالد. صندلية بصمة جاءت مختلفة عن الصندليات الأخرى بتميز عطرها المختلف بحساسيته ونعومته للبشرة الحساسة. يقدر أي شخص أو تقدر أي مرأة أيا كانت نوع بشرتها استخدام صندلية بصمة. كلمنا عن هذا المنتج وعن احتفالكم اليوم. في البدء نشكر لكم قدومكم ومشاركتنا هذا اليوم الجميل. في الحقيقة منتجات شركة بصمة للعطور ومستحضرات التجميل منتجات ممتازة، وهي شركة معروفة في الخليج والآن في أفريقيا، بدايتها بالسودان. الآن الصندلية منتج قوي جدا ونمبر ون في السوق. الآن تم طرحه الحمد لله في مجموعة من الولايات، ونحن في ولاية سنار طرحناه الآن والإقبال عليه كبير. السبب يرجع لجودة المنتج. نتحدث عن جودة المنتج، هي أصل الحكاية. الشعب السوداني شعب يحب العطر جدا جدا، ونساء السودان صانعات العطر، صانعات الجمال، يعرفن جيدا العطر الأصلي من الغير أصلي. بالتالي منتجات بصمة أثبتت جودتها، وهي الآن يعني على لسان الجميع، ونتوقع مستقبل كبير وإن شاء الله لمزيد من النجاحات داخل السودان وخارجه. جودة من خصالة ما في من جمالة بها انت ست بيت، ريحة حلوة ظاهرة فيحة بلا صالة ما في زيها. يا عيوني سبب يا عيوني سبب يا عيوني وضمها يا عيوني.
ده من خصالك ما في من جمالك بيها انت ست بيت ريحة حلوة ظاهرة فايحة بلا صالة ما في زيها. أيضا معانا أستاذ محمد حسن إسماعيل وكيل مدني، مرحب بك. عليكم السلام والرحمة. عايزين في البداية عايزين نتكلم عن هذا الكرنفال، هذا التدشين الكبير لشركة بصمة للعطور وصندلية حب وابتكنداك بالتحديد، هذه الصندلية التي أثبتت كفاءتها وجودتها وعطرها المميز. طبعا حقيقة الكرنفال والتدشين يستحق شركة بصمة، شركة رائدة في المجال وشركة قديمة، يستحق يدعمل لها تدشين أكبر من كده كمان، وتحديدا لانه لمست عندنا الصندليه السودانيه واستخدمت جوده عاليه قادر انه تنافس بها باقي الصندليه في السوق. نحن متفائلين بها كوكلاء، ان شاء الله نقدر نقدم. المرأة السودانية هي مرأة يعني ذات ذكاء حاد، بتقدر تميز العطر الجيد من العطر الما جيد. منافسة صندلية حب وابتكنداك مع الصندليات الأخرى وإقبال أهل مدني على هذه الصندلية. طبعا الصندلية هي أساسا إرث غافي للمرأة السودانية، والمرأة السودانية عندها فيها خبرة طويلة حتى نقلة يعني، عشان كده بصمة عملت 3 منتجات صندلية على أساس أنه تخلي خيار لكل الأزواج ولكل اللي بيستخدم الصندلية. الأنواع شنو؟ الأنواع صندلية كنداكا وبصمة وحبوبتي كنداكا، هما بيختلفوا بأحجامهم وبأشكالهم. في فريق في العطر ذاته؟ العطر أيوة طبعا في فريق بيكون في العطر على حسب الذوق يعني، نكهات مختلفة. نكهات مختلفة أيوة، أحجام مختلفة برضو، بيسهل على المستهلك إنه يتحرك فيها بارتياح يعني. أحبابنا في كل مكان، ما زلنا متواصلين معاكم من داخل فندق كورال، سعيد جدا إنه يكون معي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صادق أبو عبد الله، مرحب بك كثير. مرحب بك. أهلا بك أستاذ صادق، وفي البداية عايزين نتعرف على شركة بصمة للعطور. أولا شركة بصمة للعطور في الأساس هي شركة عقارية، أنشئت 1970 أنشئت، بعد ذلك أنشأنا شركة بصمة القابضة للدعم اللوجستي للنفط، بعد ذلك أنشأنا مصنع عطور بصمة آخر شيء، وربنا يوفق. نعم، عطور بصمة أثبتت كفاءتها وأثبتت ذوقها العالي وأثبتت إنها هي عطر مميز جدا، وتابعت الموروثات وقدرت تنتج عطر صندلية كنداكا الذي يتناسب مع المرأة السودانية. أهدافكم كانت شنو؟ أولا من ناحية الكواليتي عالي جدا، يتناسب مع الاسم. الشيء الآخر إن الاسم نحن اتبعنا الاسم، كنا نريد إيش يعني يكون اسم له تاريخ، فوجدنا كنداكا. طبعا في أسماء أخرى غير كنداكا، لكن كانت كنداكا هي الأبرز، فاشتغلنا عليه ب 2016 بدينا 2016 نشتغل على الاسم ده ونشتغل على العطر وخلافه. صندلية كنداكا اتوزعت في السوق السوداني، حازت على كفاءة عالية على قبول عالي من المستهلك. حابين تقولوا شنو للمرأة السودانية من خلال تقديم هذا العطر؟ نحب نقول للمرأة السودانية دع عطرك اللي انت بالمعنى الدارج اللي تستاهليه، ده المفروض يكون لك من زمان يعني، فبس ده عطرك كنداكا هي عطرك حبوبتي كنداكا وكذلك بصمة. طيب في رأيك باعتبارك سعودي، هل ممكن السعوديات يستخدموا هذا العطر؟ أول الصندل من أرقى أنواع العطور في العالم، الصندل يدخل في صناعة كثير من العطور لأنه هو الأساس، هو المثبت لأغلب العطور الفرنسية تستخدم الصندل، فالصندل من أرقى أنواع العطور، يجي بعده دهن العود، دا
اداء للعطورات اللي هي التدرج اللي هي الصندل، بعدك دهن العود، بعدك تاجي لصناعه اللي هي الشرقيه اللي هي الشرقيه او الفرنسيه. نعم. طيب شركه بصمه للعطور كان لها اهداف، كان لها رساله، عايزين نتكلم عن الرؤى المستقبليه وخططكم المستقبليه. طيب الرؤى المستقبليه شركة بصمة للعطور دي اللبنة الأولى. إحنا لنا رؤى هنا متفرعين، دارين يعني نعمل عدة أشغال في عدة قطاعات، ما في فقط في العطور، في سواء في العقار أو في الزراعة أو في الصناعة. فالسودان هي البوابة فقط، هي البوابة الأولى، وحننتشر على أفريقيا كامل إن شاء الله. مرحبا بك وان شاء الله بالتوفيق يا رب، وشكرا جزيلا لك. شكرا لك قناة النيل الأزرق، يعطيك العافية. شكرا. جودة من خصالة ما في من جمالة، بها انت ست بيت، ريحة حلوة زهرة فايحة بلا صالة، ما في زيها انك صندلي عشانك، وانا
كل مكان كل المشاهدين اللي بيتابعونا اليوم. وصلنا مع بعض لنهاية مشوارنا من داخل فندق كورال، هذا المشوار المميز بتميز شركة بصمة للعطور المميزة التي قدمت وطرحت منتج صندلية مميزة جدا، صندلية حبوبتي كنداك. هذه الصندلية التي أتت بنكهة المرأة السودانية التي أتت من موروثاتنا وعاداتنا المتميزة المختلفة. بكده انتهينا من مشوارنا اليوم، لحد ما نلتقي في مشوار آخر. تحياتي والفريق العامل، وفي أمان الله.